وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من وادي حضرموت محمد بحفين. أهلا بك معنا محمد في هذه النشرة. محمد، ماذا بشأن نشر المنطقة العسكرية الأولى جنودها بكثافة أمام جولة الشهيد بن حبريش بسيئون؟ نعم، نحن الآن أمام سوق سيئون بسيئون، أمام المتظاهرين. الآن الحشود أمامي وهم يهتفون بصوت واحد: إخراج المنطقة العسكرية واجب شرعي. نعم، في بداية المسيرة انتشرت أطقم ومدرعات المنطقة العسكرية الأولى حول انطلاق المسيرة في جولة الشهيد بن حبريش. هذه الجولة التي شهدت اغتيال أحد شيوخ حضرموت من قبل المنطقة العسكرية الأولى وهو الشهيد سعد بن حبريش، هذه الجولة التي انطلقت منها الحشود اليوم في مدينة سيئون ترفض تواجد هذه المنطقة التي سببت في الانفلات الأمني وهي سبب في كثير من الإقلاق للسكينة العامة. اليوم المتظاهرون خرجوا يرددون بهتافات غضب وضمن البرنامج التصعيد للشعب الذي دعا له شباب الغضب، وهم أيضا اليوم يرفضون المجاميع المسلحة التي خرجت في 26 سبتمبر التي جالت في شوارع مدينة سيئون وهي تطلق النار وتقلق السكينة العامة، وأيضا ترفض أي انتهاكات للتعبير عن صوت الحرية وصوت المتظاهرين مثل ما حدث قبل يومين وانتهاك أحد الباصات الخاصة بنقل حرائر حضرموت والاعتداء عليهم وسحب أعلام دولة الجنوب. هنا الناس في وادي حضرموت خرجوا كلهم عن بكرة أبيهم يطالبون بإخراج المنطقة العسكرية الأولى ويطالبون أيضا بإحلال قوات النخبة الحضرمية. الآن تسمعون هتافات الجماهير، نحن الآن وسط الجماهير الغاضبة وسط سوق سيئون، كل الجماهير الآن تحت تطالب بإخراج المنطقة العسكرية الأولى، كل الجماهير الآن تريد إحلال قوات النخبة الحضرمية، وأيضا الجماهير الآن تطالب بتشكيل قوة دفاع حضرموت. نحن الآن وسط الجماهير، الآلاف من أبناء وادي حضرموت تجمعوا اليوم في جمعة الغضب في مدينة سيئون يطالبون لا شيء غير مطلب وحيد وهو إخراج المنطقة العسكرية عاجل غير آجل. طيب محمد، هل من هناك انتهاكات تعرض لها المواطنين من قبل المنطقة العسكرية الأولى؟ نعم، خرجت المدرعات والأطقم وانتشرت في جولة بن حبريش منذ بداية عصر هذه الليلة ويحاولون أنهم تشتيت وتفريق المتظاهرين، لكن عندما رأوا السيول من البشر التي خرجت ورافعة أعلام دولة الجنوب انسحبت على الفور، يبدو أنها انسحبت وذهبت إلى مكان تواجدها في المنطقة العسكرية الأولى، ولكن الحمد لله الأمور مشت على خير ولم يتعرض أحد من الجماهير لأي مضايقات. لقوة الحشود الكبيرة ترهب أي من يحاول أن يتصدىها ويردعها. سنبقى معك في حال انجد جديد. كان معنا مراسلنا من وادي حضرموت محمد بحفين، شكرا جزيلا لك.